وده عرضه اللي فات الاستاذ الفرد اللي عرض عليه وهو مجلس الدور واللجنه التشريعيه المحترمه لما شاف الدور على فكره مجلس دورها الطبيعي ومجلس الدور بيمارس دوره الطبيعي. فانا قلت لسيادتك انا حزين لان كنت منتظر بلدي تقف معايا لان كل اجهزه الدوله عارفه ده. وكل الناس عملوا لي قالوا لي على الرغم اختلاف عاملين قص قص. انما انا شتمت الخطيب وبعدين يا فندم انا برضه حزين. وحضرتك لما يكون في فيديو متسجل والتهريج قال لك متسجل هي بشرحها اقصى وده لا. لما يكون في ثلاث عبارات حضرتك تحط ست عبارات من عندك في التهريج اللي جاي للمجلس مش موجوده في الفيديو. يعني متسجل وكمان حاطط عبارات مش موجوده في الفيديو حضرتك بتعمل ايه يا فندم؟ عشان كده بقول هتفضل طبعا معالي الامن بلاغ رسمي اذا الذي عرض ما عرضش العرض لان الورق اللي جه للمجلس زي ما قلت لحضرتك في ناس عبارات زياده حضرتك عندك تهريج فني عندك تحريات قال لك ده كذب ما حصلش يا اخي محترمه السبع شهور اللي كانوا معالي الامن قال لك الناس الفيديو معاه منهم حرس وزاره الداخليه تبديل 110 قال لك ما حصلش كذب كل ده اترمى في العرض كان الكلام يا فندم للاسف الشديد مش موجود. الجزء الاخير حضرتك بتقول ان انا مش عارف كذب. بص على كده يا فندم في راجل محترم عامل اظهار اهو لكل اللي انا قلت عليه ده مختار للنادي الاهلي. حضرتك ازاي اشاعات كاذبه لما الراجل يقول انا الشيك رقم كذا والشيك رقم كذا والشيك رقم كذا والشيك رقم كذا، ازاي تبقى اشاعات كاذبه؟ اذا كان صاحب المال اهو بانذاره هسلمه في المنطقه. ف يعني انا بصراحه حزين وبقول تاني انا متحمل ما هو خط البشر ومش هتغير. انا مقتنع برئيس بلدي أرقى البلد في 30 6 و3 سنة لسه مرة شهر واحد تاني البلد دي كانت تبقى أهلية من ليبيا كنا هنشوف أيام سودة. ولو السيسي ده ما عملش أي حاجة في حياته لا طرق ولا مواصلات ولا مصانع ولا استثمار ولا تأمين ولا عمل حاجة خالص. يكفي موقفنا من هذه الدولة الظلمية اللي هم كتبهم لسه عاطين على ورق أول امبارح اللي هو رئيس مجلس النواب وخد 4/15 لما عرضوا عليه جيش المجلس سبب الموضوع دول للاسف طلع بيشتغل في قناه الاهلي وطلع اخوان دي من زمان. تمام؟ فانا معلش مجلس حضرتك الجزء الاخير بتاع الفيديو ده لو عايز حضرتك سماعه ولا ايه ما عنديش مشكله خالص. يعني انت بتطلب الاذن لك بسماع احوالك في ما جاء في البلد في بلد هذا في البلد هذا البلد ممتاز. ولجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بتوافق طبعا رئيس على الطلب ده بالاذن له بسماع احواله في القضيه رقم 22 لسنه 2020 حصر تحقيق استئناف القاهره في القضيه رقم 104 لسنه 2020 على واحد فحص رقم القضيه على وجه الدقه لان اذا ما انتهى المجلس الى سماع احواله لابد من تحديد القضيه تحديدها على وجه الدقه. القضيه رقم 22 القضية اللي هو في هذا الفيديو اللي انت متهم بيها او بيقولوا ان انت متهم فيها بسب الشعب المصري. انا قلت لك اهو هي دي اللي المجلس يأذن لك فيها بسماع اقوال. ده انا شرحت لك قضية ايه؟ قضية رقم 22 بقول لك التقرير الفني يا طلع تاني اهو يا مدير وسيادتك هتبرئ ساحتك انا هريحك العجب فيك برضه. القضية اللي بيطلب فيها سماع أقواله رقم 22 يا راجع معايا رقم 22 لسنة 2020 حصل تحقيق استئناف القاهرة والمقيدة برقم 104 لسنة 2020
نقطة يا ريس هي دي. Never.
فيهاش راجل شال ساكن ديا وحط البلد دي ما فيهاش راجل. في عيال محمد مرسي عامل كله تركيب كله متركب. مش انا اللي قلت يا فندم اجهزه امنيه على اعلى مستوى امن دوله وخبرات، يبقى مش جزائي اصلا صاله مش جزائي. بعد اربع احتجاج اتقدم الطلب اربع يمين لحد يمين وانا ساكت ومتحمل وفاكر كلها عايزه تروح. ده كويس ان انا لسه موجود واقف على رجلي وما بقولش كلام. حضرتك كل الولد وكل البلد على حضرتك في المنطقه. ف لما يكون بتقدم البلاغات دي كلها ده انا ست اشهر والبلاغ بتاعت الفايت بقى له سنتين مفيش امرأة واحد اتاخد ولا بعد اربع ايام يجي طلب البلاغ اتقدم يوم 14 17 اتقدم الطلب رفض حصلت وانا اللي بكمل. لا انا عايز اقول لشعب مصر كله اللجنه التشريعيه ما جابتش مرتضى منصور ومجلس النواب ما بيجابش مرتضى منصور. واللي بقوله ده انا بتكلم واجهزه الدوله كلها سمعاني كلها بلا استثناء ان هذا الفيديو متفرق. مش كلامي مش كلامي يا فندم، ده كلام الاجهزه كلام امن الدوله كلام مخابرات. لان الموضوع كبير قبل مجلس النواب بيشكل الرئيس نادي وده كذا وده كذا والفاظ لذيذه. وعشان كده يا فندم انا صممت ان انا ارد على كل كلمة لأن اللي بقوله أهو كويس إن أنا متحمل. وبعدين مش عارف مش قلت لك بطل تجيب سير القطر؟ تمام؟ اتفضل يا فندم. آخر حاجة عندي مربوطة مقاطعة بنت الحصان يعني قطر استنى السياحة جاية مش هنسيبك إلا لما تركع عايزنا نسيبك اطلع قول تحية قطر. لا يسقط قطر ما بخافش انت رفع الحصان بس مش هقول تحيا قطر. يبقى القصه الاهلي ولا الخطيب الاهلي انا عنده عامل في النادي الاهلي نادي محترم بجماهير واعضائه كله نادي محترم. القصه لا جاي من قطر ومش هقول مش هسكت. كل اللي بيعملوا ده يا فندم مش هسكت. ليه؟ لان قطر بترعى الارهاب سواء ارهاب اعلامي او ارهاب اللي هو حقيقي ضد بلدي. فيكون جزاء انا واقف وقصادي هم معينين الحرس اصل ايه؟ عشان